ارجع لورا يا حباب، الطريق ما بيساع الا سياره واحده. شي وانا شو دخلني يعني؟ شلون شو دخلك؟ الكركوبه تبعك قاطع الطريق. لا تقول كركوبي اذا بتريد، واحترم حيلك. ها بعدين المفروض يعني انتو اللي ترجع مش اني. انا قاطع ثلاث ارباع الطريق وبخين علي الربع، فاذا رجعتوا انتو ربع الطريق احسن ما ارجع انا ثلاث ارباعه. العمى هذا مجنون ولا طاقه في ذاته؟ طول بالك يا ناظم، انا بتفاهم معه. شوف يا اخونا، رستم بيك بده يمرق، ورستم بيك ما تعود اطلاقا يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. بعدين معقوله سيارتين كبار مثل هدول يرجعوا من شان شقفة طرطيره مثل طرطيرتك؟ فهمت معنى الكلام ولا ما فهمت؟ لا والله ما فهمتيش. يعني سيوي ان كنت راكب طرطيره ولا جحشي ولا سياره شبح، فانا بحق لي استعمال طريق مثلي مثل غيري. واذا كان الطريق مطور باسم رستم بايك لحتى نعرف يا حبيبي. معلم هذا يمكن ما راح يفهم بالذوق. هيك يبدو. شوف يا اخونا، كلمتين ورد غطاهن، بدك ترجع ولا لا؟ لا والله بديش ارجع. ما بدك ترجع؟ شوفوا شغلكم يا شباب. ما كان في داعي تضربوا له زلمة كل هالقد يا راتب، يعني كان كفين ثلاثة على كم طيارة على رقبته بيوفوا بالغراض. إيه لا يا بيك، انت بذاتك لو سمعته شو كان عم يحكي كان فار دمك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفتوا من أنه ضيعة هو؟ على هوا سحنته ولهجته يا معلم أكيد من ضيعة عش الزلائط. شو هالحكي؟ يعني ما لقيته تضربوا واحد إلا من عش الزلائط؟ ليش وين الغلط يا بيك؟ لك يا راتب، أهل الضيعة هاي كلهم مشرانيين ومشكلجية وقتالين قتلة. ايه وشو يعني رستم بيك؟ لك شلون شو يعني؟ واضح الشغلة يا راتب، أهل ضيعته ما راح يسكتوا على هالقصة أبداً. بكرة أكيد أخواته وولاد عمومته وقرايبينه راح يعملوا عصابة ليأخذوا بتاره. بس إن شاء الله ما تكونوا ذكرتوا اسمي قدامه. بصراحة يا معلم ذكرناه. العنين ما سمعتني شو قلت له قدامك؟ قلت له رجع لورا، هاي سيارة رستم بيك، ورستم بيك ما تعلم بحياته يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. صبر جميل وبالله المستعان. بس بدي افهم، مين وكلك انت تحكي هالحكي؟ من شان هيبتك يا بيك. ايه بلا هيبة بلا بطيخ مبسمير، يعني ضروري روح قتل مشان هيبتي؟ فشلوا يا بيك، يلي برشك بالمي منرشه بالنار والدم. لك حاجة ولا؟ حاجة عليك مصدي. بكرة عند القنا بالقنا أول ناس بتهرب هو أنتو. شو محلي أعرفكن يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفخة. الله يسامحك يا بيك، أنت بتمون على راسي. بس يا ريت يجربوا أهل ضيعة عش الزلائط يهجموا علينا، بس لفرجيك شو بدي أعمل لك فيهم. الله لا يقدر. شو يهجموه؟ كش برا وبعيد. قال يهجموا قال. حرك حرك هلا خلصني. عليك يا ام عواد. الله يرضى عليك يا ام عواد.
اعطيني كيلة مي. على عيني يا بعد عيني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. تفضل اشرب يا بعد عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي شو صار لك؟ مين عمل فيك هيك؟ بلش يفور دمي يا ابو عواد. قل لي بس، يعني عامل حادث بالطرطيرة؟ لا لا سمح الله ما عملتش حديث. متخانق انتو حدين؟ اي نعم يا ام عواد. انتو مين اتخانقت؟ انا ورستم بايك وجماعتو. يا ويلي، انتو رستم بايك؟ وشو هو السبب؟ هيك حيوني لوحني تيسني مني. اما شو اكلت اللي قتلي يا ام عواد؟ حشك ولبك، شي على كيفك تمام. ما بتشتهيها العدوي والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكسر دياتهن ويفك رقابهن إلهي. لا تدعي هيك يا أم عواد، مشان الله لا تدعي هيك. ما بنا الله يكسر يديهن ولا يفك رقابهن، بنا سلتنا بلا عنب. ادعي لربي كيف بلاهن عنا ونحن بألف خير من الله. ما فهمت عليك يا أبو عواد. الخوفي ما يشتي في قلبهن مني بهالقتل يلي سلخوني إياها ويلحقوني لهون حتى يكملوا عليا. فعل الله ولا فالك؟ وليش حتى يلحقوك؟ مثل ما عم قلك، لأني هددتن بعد ما أكلت القتل. أنت هددتن؟ إيه هددتن. قال لي هذا البغل الكبير يلي كان معهن، قال لي هي القتل لحتى تعرف منه هذا رستم بي، وسلخني كفين بعدها مثل فراق الوالدين. وانت شو جاوبتهن؟ قلت له وانتو كمان بكره بتعرفوا منو هذا ابو عواد خيال الماره، انا بفرجيكي. لا 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 لا، الله يصلحك ويهديك يا ابو عواد. يعني كنت كل هالكفين بتمساكت ضروري كنت تتفاصح يعني وتقولن انا بورجيكم؟ شو بيعرفني يا ام عواد؟ هذا اللي طلع معي من حلاوة الروح. بسيطة بسيطة تقبرني ولا يهمك. بس ما قلت لي يا ابو عواد، يعني ليش هن قتلوك؟ اطلعت لي من نص الطريق وما رضيت ارجع. الحق معي يا ام عواد، الحق معي، الطريق ليا. ولك انت من طول عمرك بتمشي الحيط الحيط وبتقول يا ربي السترة، شو صار لك على غفلي؟ على كل ولا يهمك تقبرني، حط لك تاكل. بديش ما بديش اتزهرم شي، مسدود نفسي. عندك وقف عندك عندك يا رب على الابد. لك يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله، شو صاير لك فايت مثل الحرميه واللصوص؟ اتنحنح يا اخي صعول. خلصت الدوريه؟ ايه معلم خلصت. كيف الوضع على الاسوار الاماميه؟ كله تمام معلم. ماشي حال، روح تيسر لشغلك انت هلا. حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يمضي هالليله على خير. لك آخ آخ، من طول عمري جبان ورعديد وخروق وقلبي قطيعة، منين هبطت عليها الشجاعة فجأة؟ ما بعرف يعني شو كان صار لو رجعت لورا وخليتهن يمرقوا. ضروري الواحد يكبر رأسه على الفاضي. بالفعل مش حلوة التنيحة. لا أكل يلي معي شقفة طرطيرة بثلاث دواليب، وبدي مرسيدس والبيجو يرجعوا لورا مشان فخامة الطرطيرة تبعي. بستاهل ميت قتلي على هالشغلي. وبصراحة ناس غيرهم كانوا فكوا رقبتي. بالفعل طلعوا هالجماعة أكابر وما تمدوش مع كثير. بس يا خوف يكونوا مبيتين ليها. الله يستر يا رب، الله يستر. يا بيك شو هجموا؟ ما حدا هجم يا بيك، بس طلع الضوء انت نايم هون. يبدو اني نسيت حالي وزهيت وانا قاعد. قلي يا بيك، بتحب تفطر هون ولا برا بالجنينه؟ لا بدي افطر لا هون ولا برا.
خليهم يجهزوا لي عروسة لبنة وخيارتين، وجهز لي حالك انت وياهون مشان نرجع. حاضر يا بي. بسرعة الله يرضى عليك. ابو عواد، يا ابو عواد، يا ابو عواد. شو صار؟ شو صار؟ هجموه؟ ما حدش هجم. شو صار لك هالقد مرعوب؟ ما بدك تفطر؟ لا بديش افطر. لفي لي عروسة لبني بيمشي الحول. يعني ما بدك تروح على الشغل؟ والله ما بعرف، احترت والله حيرني. شو قاولتك، روح ولا ما روح؟ خلص يا ابو عواد، روح وتوكل على الله. يعني مش معقول تضل قاعد بالبيت بدون شغل. معك حق، معك حق. اصبح لقوم جهز الطرطيرة وشق على مية البطارية وزيت الفرام. روح روح يا بعد عيني، روح. الله والنبي يكون معك ويحرسك يا رب. ماشي بنور الله، أدعي وأقول يا رب. ماشي بنور الله، ماشي بنور الله، ماشي أنا ماشي، ماشي بنور الله. رستم بيك لعينيك، رستم بيك لعينيك، نحن رجع لك حواليك، نحن رجع لك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك، هيك وهيك وهيك وهيك، للبيع عادي رستم بيك، للبيع عادي رستم بيك، رستم بيك رستم بيك، رستم بيك رستم بيك، نحن رجع لك حواليك، نحن رجع لك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك، هيك وهيك وهيك وهيك، للبيع عادي رستم بيك، للبيع عادي رستم بيك.